ما هو الشهر الذي يغفل معظم الناس عنه؟ وما هو الشهر الذي كان يصوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم بعد رمضان؟ اليوم أحبتي في الله سنتعرف على أهم 7 أعمال يمكنك القيام بها في شهر شعبان المبارك. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أيها الأحبة، هذا الشهر مهم جدا، هو شهر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الشهر رمضان هو شهر الله، يجزي الله به من يصومه خير الجزاء، فشهر شعبان هو شهر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول إن أكثر شهر كان يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان الذي نحن الآن في بدايته. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سر كثرة صيامه في هذا الشهر حتى يظن الناس أنه كان يصومه كاملا، ولكن هو طبعا لم يتم صيام الشهر إلا رمضان، ولكن معظم أيام شعبان كان النبي صائما. عندما سئل عن سر ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه رؤية تختلف عنا نحن اليوم. نحن اليوم اهتماماتنا بالدرجة الأولى بالمعيشة، الطعام والشراب والتعليم والصحة والأولاد وإلى آخره، كلها اهتمامات دنيوية. لذلك أخي الحبيب، دعونا نذهب إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام ونعيش معه هذه الدقائق. ماذا كان يفعل في شهر رمضان؟ ما هي الأعمال التي كان يكثر منها؟ أهم عمل وأكثر عمل كان يكثر منه نبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان هو الصيام. والصيام له أسرار عظيمة جدا أيها الأحبة. أول شيء، الله عز وجل يجزي به بينه وبين عبده. يعني عباداتك عندما تقف يقول لك اقرأ كتابك، الصلاة، الزكاة، الصدقة، البر، الإحسان، الدعوة إلى الله، كل هذه عبادات تجدها مكتوبة، إلا الصيام سر بينك وبين الله، هو يجزيك به بينك وبينه. تخيل أن ملكا من الملوك، ولله المثل الأعلى، يقول لك هذا العمل بالذات يستدعيك شخصيا ليكافئك عليه. ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن هذا العمل مهم جدا، لدرجة أن الملك استدعى هذا العبد. فتخيل ملك الملوك عز وجل يقول لك: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله. أنا لا أريد أن أحدثكم أيها الأحبة عن الفوائد الطبية الكثيرة للصيام. يكفي أن جامعة هارفارد الشهيرة جدا نشرت دراسة مطولة مؤخرا عن الفوائد السحرية للصيام، لدرجة أن كاتب هذه الدراسة، والدراسة موجودة على موقع جامعة هارفارد، منذهل ومندهش ومنبهر بالنتائج العظيمة التي وصل إليها العلماء، ويقولون إنك إذا امتنعت بحدود 16 ساعة، طريقة تسمى 16/8، يعني 16 ساعة تمتنع عن الأكل والطعام والشراب، و8 ساعات كل ما شئت، ولكن بنظام أيضا. فهذه الطريقة هي مشابهة للطريقة الإسلامية، فيقولون هذه الطريقة
صيام متقطع لها نتائج على زيادة العمر، طول العمر، السعادة. علاج الالتهابات في الصدر وغير ذلك، حتى علاج الأمراض الجلدية، علاج أمراض الكلية والكبد والتلوث والسموم. حتى إن أحدهم قال إن الصوم هو عملية بدون جراحة. كل هذه الفوائد أخي الحبيب تدعوك الآن أن تبدأ منذ هذه اللحظة تنوي أن تصوم لله سبحانه وتعالى أكبر عدد ممكن من الأيام في شهر رمضان، في شهر شعبان، استعدادا لشهر رمضان الذي هو شهر الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن العمل الأول هو الصيام، فيه فوائد طبية، فوائد نفسية، فوائد في الآخرة، والله يجزيك به بينك وبينه. هذا عمل خاص لله سبحانه وتعالى، لأن معظم الأعمال يستطيع الإنسان أن ينافق فيها، إلا الصوم لمن ينافق. العمل الثاني أيها الأحبة الصدقة. الصدقة إذا كانت في السر تطفئ غضب الرب. كم ذنبا نرتكب نحن اليوم عندما ندخل إلى هذه المواقع التي فيها صور نساء، فيها لهو، فيها موسيقى، فيها أغاني، فيها نميمة على الناس، فيها كلام فاحش، فيها كلام ليس له أي قيمة، فيها توافه الأمور. كم ذنبا نرتكب؟ طيب كيف أعالج هذه الذنوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريقة رائعة جدا، قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. يعني اقتطع مبلغا ولو كان مهما كان قليلا، ضعه هكذا، لا تخبر أحدا، قل هذا المبلغ أنا سأخصصه لله عز وجل، وهو والمال كله مال الله، تصدق به على فقير. أبواب الخير كثيرة جدا، إنسان محتاج، إنسان مضطر، نشر علم نافع، هذا من أبواب الصدقة في سبيل الله، أن تنشر علم نافع ولا تخبر أحدا ولا تطلب شكرا من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ضع عينك على الآخرة، قل أنا أريد الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا الصدقة تأتي بعد الصيام في هذا الشهر الكريم، يعني إذا كان لديك صدقات أخرها لشهر شعبان وتصدق بها، لأن الأعمال أخي الحبيب تصعد إلى الله في هذا الشهر. طبعا هو في كل وقت الله مطلع علينا، والله قريب منا وموجود معي ومعك الآن، يسمعني ويسمعك، يراني ويراك. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، سيدنا موسى وهارون. فإذا العمل الثاني هو الصدقة لما لها من أثر عظيم، وبخاصة في هذا الشهر، لأن الناس في شهر رمضان أخي الحبيب تحتاج للكثير من متطلبات الحياة كما تعلمون. فشهر شعبان وسيلة للصدقة، لا تنتظر حتى يأتي العيد أو آخر رمضان، لا، منذ الآن تصدق وفرج عن الناس ما تستطيع ولو بالقليل، فالصدقة هذه تطفئ غضب الرب. العمل الثالث أخي الحبيب الذي قصرنا فيه كثيرا الأرحام، صلة الرحم. يعني اليوم أحدنا لا يتذكر أقرباءه إلا نادرا، يا أخي ولو رسالة ولو تليفون ولو كلمة، ولكن حافظ على صلة الرحم. فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. من لا يرحم لا يرحم، والرحم اشتق الله لها اسما
من اسمه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. صلة الرحم هنا لا تعني فقط الأقارب، أنت يجب أن تصل جارك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أن تصل زميلك في العمل، في الدراسة، أن تحسن إلى الناس، أن تتواصل مع الناس. المؤمن أخي الحبيب هو مثل نور يبث النور أينما تنقل، يبث الفائدة. انصح الناس ولو بكلمة. فإذا العمل الثالث المهم جدا في هذا الشهر صلة الرحم، فإذا كنت قد نسيت تذكر الآن في هذا الشهر أن الأعمال تصعد أو ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، فأكثر من العمل الصالح وبخاصة صلة الرحم، وعلى رأسها بر الوالدين. أيضا كثير من الشباب للأسف غفل عن هذا الموضوع المهم جدا، أن تبر أباك وأمك ولو بكلمة، ولو ب يعني لفت منك تحضر لهما ما يحبان، ولو كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. تخيل اليوم هناك أبناء يبخلون على آبائهم بالكلمة الطيبة، الأب أو الأم لا يسمعان كلمة طيبة من هذا الابن. تصور إلى أين وصلنا للأسف. العمل الرابع قلنا الصيام والصدقة وصلة الرحم، عمل مهم جدا الاستغفار والتوبة. النبي كان يتوب كل يوم ويستغفر 100 مرة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. طيب الاستغفار أخي الكريم، لماذا نستغفر في هذا الشهر؟ كما قلت لك دائما أنت الآن في شهر شعبان، تذكر أن الأعمال ترفع باستمرار إلى الله سبحانه وتعالى. دائما وأنت في هذا الشهر أخي الحبيب تذكر أن الأعمال ترفع إلى الله باستمرار. فعندما تستغفر الله وتتوب إليه تضمن أنك أصبحت نقيا من الذنوب، فيأتيك شهر رمضان وأنت نقي، فتأخذ الرحمة والمغفرة والعتق من النار. فآخر يوم في رمضان تخرج كيوم ولدتك أمك، نقيا من الذنوب، نقيا من الهموم. وتخيل أن الشيطان لا يحب الاستغفار، يحبك ألا تستغفر لتبقى منغمسا في المعاصي. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوائد استغفار عظيمة جدا، على رأسها الرزق الوفير. إذا أردت تكثير الرزق فعليك بكثرة الاستغفار. العمل الخامس أخي الحبيب، وهو مهم جدا وغفلنا عنه، الدعوة إلى الله عز وجل. للأسف الله رزقنا وأعطانا كل شيء ونبخل بدعوة لله. ما هي الدعوة لله؟ أن ندعو إنسان لطريق الخير، وهي لمصلحتنا. هذا العمل نحن نقدمه لنا لأنفسنا، الله ليس بحاجة لنا. فإذا اليوم أصبح لديك وسائل سهلة جدا، غير مطلوب منك أن تسافر وتخرج في سبيل الله، طبعا إذا استطعت حبذا، ولكن اليوم الأمور معقدة كما تعلمون في هذا العصر يعني. فاليوم أخي الحبيب أسهل عمل يمكن أن تقوم به أن ترسل رسالة أو مقطع فيديو قصير فيه معجزة، فيه آية قرآنية، فيه حكمة لطيفة، فيه حديث نبوي، فيه حكم شرعي، فيه فقه، ترسله لمن تحب. هذه دعوة إلى الله. يعني نحن الآن ماذا نفعل؟ نستخدم هذه الوسائل التي سخرها الله لنا، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، ونبث هذه المعلومات. وكل من يحمل هذه المعلومة وينقلها لغيره له نفس أجر
صاحب العمل الأصلي وأجر كل من استفاد منه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل مجرد أن تحمل أو تنقل هذه المعلومة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن عمل يمكن أن تقوم به في شهر شعبان هو الدعوة إلى الله. فإذا كنت ناسيا هذا الأمر، نحن الآن نذكرك بضرورة أن تدعو الله، ولو أن يهدي الله بك رجلا واحدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير لك مما طلعت عليه الشمس. العمل السادس أيضا نغفل عنه، الله سبحانه وتعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قيام الليل مهم جدا أخي الحبيب، وقيام الليل ليس من الضروري قيام الليل أن يكون فقط بالصلاة. أعمال الخير في الليل، بر الوالدين يمكن أن تقوم به في الليل، هو جزء من قيام الليل. أن تحل مشكلة لإنسان، هذا جزء من قيام الليل. أن تحفظ القرآن لإنسان، جزء من قيام الليل، وهي أعمال في الليل تقوم بها. أن تدعو إلى الله بالموعظة الحسنة هو جزء من أعمال الليل. يعني وأنت سهران في الليل، بدلا من أن تجلس على أشياء تافهة، ادعو إلى الله، انشر علم نافع. الملحدون يجتهدون وينفقون الكثير من أجل نشر إلحادهم. طيب أنت ماذا فعلت؟ فقط تتلقى المعلومة وتجلس؟ لا، انقل هذه المعلومة، ترجمها، انقلها، افعل أي شيء. المهم أن يهدي الله بك ولو رجل واحد إلى طريق الحق. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالليل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. والأعمال الآن تصعد إلى الله باستمرار. اغتنم هذه الليلة، لا تؤجل للغد، يعني نريد درس عملي اليوم في الليل. انوي على الأقل النية، إذا متت تكون تأخذ أجر النية، إنما الأعمال بالنيات. انوي أن تقوم اليوم ركعتين لوجه الله في جوف الليل، تصلي فيهما بخشوع وتدبر وبكاء، وتستغفر الله وتدعو الله، وتكثر من الدعاء وأنت ساجد، وتطيل السجود وتدعو الله كثيرا وأنت ساجد، فإن الله يتجلى عليك وعملك يصله ودعاؤك يصله، وهو أقرب شيء منك في السجود. إن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. طيب العمل السابع والأخير ما هو أيها الأحبة؟ الحقيقة هو ليس بعمل. أنا دائما يعني أعتبر أن يقال في حالة الكوارث الإنسان يأخذ إذا أراد أن يهرب ما خف وزنه وغلى ثمنه. يعني الواحد إذا كان سيهرب من زلزال من حرب لا يأخذ معه مثلا هذه الطاولة، لا يأخذ معه هذا الكرسي مثلا، لا، يأخذ قطعة ذهب، يأخذ مبلغا من المال، يأخذ قطعة ألماس، يأخذ جهاز صغير ولكن قيمته عالية، هكذا. طيب لو أردنا الآن أن نترجم هذا الكلام بلغة الحسنات، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة يعني الآن نحن ذاهبون إلى الآخرة، نريد أن نأخذ معنا إلى القبر ما خف وزنه وغلى ثمنه. ما هو أكثر 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 عمل تأخذ عليه حسنات؟ ربما تستغرب، هو ليس بعمل، هو مشاعر، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وإن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. سبحان الله، حسن الخلق هذا
هو ليس بعمل، يعني ما هو حسن الخلق؟ أن تصبر على أذى الآخرين، هذا حسن خلق. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هذا حسن خلق. كلمة طيبة، هذا حسن خلق. إذا يعني واسيت إنسان بكلمة، هذا حسن خلق. إذا أذاك إنسان وقلت له سامحك الله، حسن خلق. إذا تبسمت، الابتسامة ماذا تكلفك؟ هي صدقة، لها ثمن عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني مجرد إذا رأيت شخص في الشارع، مجرد أن ابتسمت له تأخذ أجر. انظر إلى عظمة الإسلام، إلى روعة الإسلام. لذلك أخي الحبيب، احرص على هذه الأعمال السبعة وغيرها طبعا كثير، ولكن أنا اخترت هذه الأعمال لأنها أعمال سهلة وبسيطة وأجرها عظيم جدا عند الله. أذكركم دائما بالصيام، العمل الأهم. إذا أردت أن تصوم قليلا، صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض، 13 14 15 من شهر شعبان المبارك، والاثنين والخميس، يعني هذا أقل أضعف الإيمان. ويفضل أن تصوم معظم الشهر. نسأل الله عز وجل أن يعني يعيننا على الصيام وقيام هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا رمضان إن شاء الله، وأن يغفر لنا ويجعلنا جميعا من عتقائه في هذه الأشهر المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.